مشاهدي أنفاس بريس، نحن الآن نتواجد في شارع محج الرياض بمدينة الرباط، وهو اسمه كما يدل على اسمه يعني أنه أصبح محجا ومزارا لمعظم ساكنة الرباط، بالنظر لجماليته ورونقه وبالنظر إلى المحلات التي توجد فيه. وللأسف الشديد يعني هذه الشوارع يعني الأنيقة والشوارع الجميلة لا تتوفر في كل الأحياء وفي كل المدن المغربية بشكل يجعل معظم الساكنة خاصة الساكنة الحضرية تعيش في واحد الوسط حضري يعني كئيب ورتيب يؤثر على نفسية المواطن. يعني عدم توفر يعني هذه الشوارع وعدم تهيئة شوارع جميلة في مدننا وفي أحيائنا هو موضوع حلقتنا اليوم التي نستضيف فيها الخبير العمراني والمهندس المعماري سي رشيد بوفوس، وهو ايضا احد الفاعلين الجمعويين المعروفين في المغرب. سي رشيد، مرحبا بك مره اخرى، وكنشكرك على الوقت اللي عطيتي للمشاهدين ديالنا. يعني في تقديرك يعني كيفاش كتقرا يعني هذا العداء ديال المنتخبين وديال المسؤولين الترابيين لكل ما هو جميل وكل ما هو اخضر في المدن ديالنا؟ علاش المغرب ما يكونوش فيه بحال هذه الشوارع؟ واللي خصك تعرف لانه المسؤوليه ماشي نوضعوها ديما على العاتق ديال المنتخبين. يعني شكون اللي كيدير التخطيط العمراني؟ التخطيط العمراني اليوم الدوله هي اللي كديرو، يعني من طرف وزاره اعداد التراب الوطني، من وزاره التعمير والاسكان، هما اللي كيديروا التخطيط ديال العمران في البلاد، والوكالات الحضاريه في المغرب هما اللي كيباشروا بالدراسات ديال هاد المخططات ديال تصاميم التهيئه. ولكن غنقاطعك يا سي رشيد، يعني هاد المخططات والتصاميم راه تناقش في مجالس، وهاد المجالس فيها منتخبين وتعرض على الحكومه، والحكومه تؤشر عليها بمرسوم، وهاد الحكومه فيها منتخبين، يعني ايضا دازوا عن طريق البرلمان والوزراء. واش الرؤيه اللي كتكون؟ اذا هاد الرؤيه ما كايناش عند المسؤولين ديالنا. علاش؟ واش هاد الرؤيه اللي كتكون مرسومه ولا كتكون متوقعه، واش عندها بعدا مصداقيه؟ لانه ماشي غير غادي نجيو داكشي اللي طاري اليوم كنديروا تصميم تهيئه ولكن ما كنباشروش بالتنفيذ ديالو. يعني شحال اليوم في التصاميم ديال التهيئه في المغرب كتقدر الدوله تنجز المرافق العموميه اللي كاينين فيها، ما كتوصلش حتى ل 20-30% على مدار 10 سنين. وفين كاين العطب؟ العطب كاين في السياسه العامه للتعمير. المشكل اللي كاين في تصاميم التهيئه، شنو هو تصميم التهيئه؟ تصميم التهيئه هو كيدير واحد القانون ديال التعمير ديال واحد المنطقه اللي كيتصور فيها الدوله، يعني واحد الرؤيه. الرؤيه كيكون مثلا في الاول مكتب دراسات متعاقد مع الوكاله الحضاريه ولا متعاقد مع الدوله هو اللي كيدير هذا التصميم هذا، دونك كيعطي واحد الرؤيه. وكنقولوا مثلا يعني في غضون داك 10 سنين هذيك المنطقه اللي غادي يكون عندها تصميم التهيئه غادي تكون عندها واحد النمو ديموغرافي، واحد النمو اقتصادي اللي كيحتم علينا نوجدوا لها المرافق العموميه، يعني المدارس، المستشفيات، الصحه العموميه، المستوصفات وداك الشيء. وملي كنديروا هاد التصاميم هذا، ملي كنلقاو شي ارض ديال الدوله، يعني ديال الدومين، راه كنديروا فيها واحد المرفق العمومي، وكيكون عندنا ما كيكونش عندنا مشكل ديال الوعاء العقاري باش نقدروا نبنيو ذاك المرفق. ولكن ملي كنديروا التصميم على ارض الخواص، القانون كيقول لك يعني عندك خصك دير نزع الملكيه في ذاك 10 سنين اللي كيكون فيها التصميم التهيئه، وملي كتفوت ديك 10 سنين الا ما نجزتيش ذاك المشروع وما درتيش نزع الملكيه لذاك السيد، خصك ترد له الارض ديالو، وما تقدرش ترد داك التصور اللي كنتي درتي. يعني الا درتي مدرسه في واحد الارض ديال الخواص وداس 10 سنين وما عطيتيه ما خديتيلوش الارض ديالو باش الاخر، ملي يجي تصميم التهيئه الثاني خاصك ترد دي حقا. ولكن انا غادي نعطيك انا ديكا يعني ديكا اللي كيطرى اليوم، ديكا اللي عشناه معر مؤخرا. يعني كتجي مثلا كتفتح واحد المنطقه في وجه التعمير وكدير واحد المدينه جديده او واحد القطب حضاري، سواء في الدربيضه ولا في الرباط ولا في طنجه ولا في مراكش الى اخره، ولكن هذا القطب الحضاري الذي انت صفيتي الوعاء العقاري ديالو كسلطه عموميه، ولكن هذاك الوعاء العقاري ما فيهش هاد الشوارع. هنا غادي نجيك، هذاك هو يعني الشطر الثاني من هذا. واش القوى العموميه، واش الحكومه، واش المجالس المنتخبه، ملي كدير هاد التصور هذا راه كتشوف البلان، كتشوف الشوارع كبيره كيدوزوا 50 60 70 متر 100 متر، واش في ذاك 10 سنين ديال ذاك تصميم التهيئه
كتوجد الموارد الماليه يعني بكيفيه يعني متوفره باش تقدر تنجز هذه المرافق، توزيعات توسيع ديال 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 الشوارع، يعني تهيئه هاد المنتزهات هادو. نعم. يعني هادشي ما كاينش، يعني كيوليو غير خطابات، يعني حتى داك تصميم تهيئه ما هنا الا وثيقه عمرانيه كتسمح غير الناس اللي عندهم العقارات باش يبنيو، ولكن راه المدينه ما كتعيش غير بالعقارات غير بالعمارات. يدل معنى هذا ان المدينه مرافق. يدل معنى هذا ان المدينه تخضع لسلطه المنعشين اكثر ما تخضع لسلطه القانون وسلطه الاحزاب وسلطه البرلمان بفاعل حريات المبادره الخاصه. يعني الفلوس، يعني الناس عندهم الفلوس كيقول لك انا عندي ارض انا نبني العماره دغيا، لانه غادي ترد لي الفلوس في واحد يعني الفارق الزمني يعني قصير، ونمشي في حالي ونخلي داكشي، ما يهمنيش الناس كي غادي يعيشوا. وهو اللي عطى هذه البشاعه ديال المدن، هو اللي عطى. شنو الحل في نظرك انت باش نتجاوزوا هذه البشاعه ونتجاوزوا الديكتاتوريه ديال المنعشين في التخطيط وفي التحكم في المدن؟ اولا خاص يتبناو المرافق العموميه هما الاولين. غادي ثاني نرجعوا ثاني شكون اللي سبق، واش الدجاجه ولا البيضه؟ لا لا الدجاجه هي الاولى. يعني خاص المرافق تبنى. نعم. هما الاول، يعني الا كان نزع الملكيه يكون في الاول داكور، وما نتسناوش انه تصميم التهيئه يكون، يعني يقدروا نديروا نزع الملكيه على سنوات. خاص نصاوبوا واحد ستوك يعني ديال 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 الوعاء العقاري اللي عمومي باش نبنيو بعدا غير المدارس، فهمتي، باش نبنيو المستوصفات، باش غدا الا جينا نحلوا واحد البلاصه للعمران ماشي غادي نبقاو نضاربوا عافاك الله يخليك حاولوا تبيعوا لنا شي ارض ولا نقلبوا عليها ولا نبقاو ندابزوا. المشكل اللي طاري انا نقول لك مثلا هذا حي 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 الرياض، يعني في 40 45 سنه تبنى هادشي، يعني هادشي جميل، هاد العمارات هادشي اللي كتكون زوين، ولكن شحال من مرفق عمومي تزاد، شحال من ثانويه تزاد، شحال من سبيطار؟ ما كاينش عندنا سبيطار هنا في حي الرياض، ما كاينش عندنا كوميساريه ديال البوليس هنا في حي الرياض، فهمتني. هذه 50 عام، هذه واحد 10 سنين عاد تبنات الملحقه الاداريه وعاد تبنات البوسطه وعاد تبنات. نعم. يعني الدوله خلات واحد 30 عام 35 عام. وطيب مني كنقول حنا الفلوس عاد جات كتبني غير هذا المقطع هذا الشارع. نعم. هذا عرفت تقديرك. نعم. انت بحكم انت خبير. نعم. في هذا المجال. نعم. بحكم انك مهندس معماري. نعم. واشتغلت على هذه المجالات العمرانيه. نعم. هذا الشارع تقريبا غير في تقديرك يعني شحال غيكلفنا باش ننقلوه في مدن اخرى؟ تقريبا شوف هذا المشروع اللي كنسميوه محاج الرياض ما نقدروش نقارنوه مع المشاريع الاخرى، لانه مشروع متكامل ضمن واحد الرؤيه كندارتها صندوق الاذاعه والتدبير لهذه المنطقه، يعني اللي وسط حي الرياض. نعم. قالت غادي تصاوب واحد السونتر دافير واللي غادي يكونوا فيه لي كوميرس ويكون يعني محج الناس باش يجيو يدوزوا، لما ديال المهنة كتشوف يعني المقاهي، كتشوف يعني لي ريستورون، هادشي ملي كتكون هنا في الليل كيكون يعني مالوغوزمون هاد رمضان ما نقدروش، ولكن في رمضان العادي اللي ما كاينش فيه المشاكل وداكشي، حتى في الايامات الاخرى هادشي راه نهار السبت الحد وداكشي كيكون عامر، حتى العشيه الناس ملي كيسالوا الخدمه ديالهم كيجيو لهذا المحل، كيجيو للمقاهي، كيجيو للمتاجر، كيجيو. هذا الشيء كيدل على ان المدينه حيه وعلى انها واحد الديناميه. هنا فاش كنقول لك ملي كتكون الرؤيه، هنا كانت الرؤيه عند صندوق الاذاعه والتدبير وصوبوا هذا المشروع المتكامل، يعني الكلفه ديالو راه ماشي غاليه على الكلفه اللي غادي تكون في الاخر. اللي كنقول لك هو ملي كتكون الرؤيه، يعني وهاد الناس اللي داروا هذا الشيء كانوا كيهضروا عليه في 1985 فاش ملي بدا المشروع، يعني باش تحقق في السنوات ديال 1990 95 96 فاش بدا هذا الشيء كيتبنى. نعم. كانت الرؤيه 10 سنين قبل. ملي كتكون الرؤيه وكتكون الموارد يعني الماليه موجوده كيكون كلشي مزيان، يعني هنا الدوله كتدخل بواحد المنطق معقول. ولكن هنا غنقطعك، يعني مثلا كاين واحد الاليه نعتمدوها في المغرب في القانون. نعم. هو انه اي تجزئه او اي مشروع سكني دار. نعم. يعني لا يمكن ان يتم فيه ذاك لا ريسبسيون يعني التسليم. نعم. الليلة كان فيه يعني الماء والضوء والحر. أيه. والتليفون. أيه. علاش حنا ما نزيدوش في واحد المقتضى قانوني. أيه. انهم يتسلم هذا المشروع السكني. نعم. او هذا العقاري الليلة كانوا فيه جراد وكان فيه شجر،
علاش؟ على الاقل غادي نقصوا من الكلفه على الخزينه العامه وغنقصوا الكلفه. هذا هو الاشكال ديال 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 قانون التعمير 12 90 و 25 90. نعم. اللي انا كان طالب هذه سنوات وسنوات وكتبتها يعني حتى في الجرائد وكتبتها وقلتها في عدة المنابر انه خاص تعاد الرؤيه ديالو. نعطيك على سبيل المثال مدينه دبي. نعم. اللي هي مدينه احدثت من دون يعني كان هناك كنت من عدم كتبان رمليه وداكشي تقريبا. قانون التعمير ديالها فيه 100 صفحه. القانون ديال التعمير المغربي يعني لاخذيناه ريكتو فيرسو 4 ولا 5 ديال الورق باش نوضح لك. اوغ الدوله المغربيه راها متواجده هذه 1000 عام. نعم. يعني التعمير الجديد مودرن اللي كنقولوا هذه اكثر من قرن يعني فاش دخل. نعم. التعمير الاوروبي للمغرب ما قديناش نصاوبوا قانون ديال التعمير اللي خاصو بالضروره ينكب على جميع هاد المشاكل اللي كتهضر عليها. هي ايفيكتيفمون اليوم لوتيسمون اللي كدار لا ريسبسيون بروفيزوار كيقول لك اسيدي صاوب ليا الماء والضوء وهذوك الاناره وحبس ليا غير التروطوار ما دير لياش لي بلونطاسيون ما ملزومش عليك. نعم. في القانون. فهمت. وبيع. فهمت. ملي كنجيو نبيعو كيبيعوا الناس منعيش العقاريين كيبيع بعض المرات كتبقى واحد البلاصه واحد البقعه خاويه كتولي مزباله. نعم. يعني ما عندناش قانون اللي كيجرم هاد القضيه ديال. تمام. يعني خاص واحد الحد ادنى ديال الزمن اللي نقولوا للمنعيش العقاري عندك 3 سنين 4 سنين خاصك تبيع هذاك الشيء وهذوك الناس اللي شراو عندك واحد الفتره الزمنيه ديال 2 سنين 3 سنين ملي كتشري خاصك ولا بدا تبني. اذا ماشي دوله يعني وزاره ووكالات حضاريه ومفتشيه ديال التعمير وهاد الترسانه وهاد المعمار المؤسساتي كله ما جدواه الا لم نكن نحن كنطالب بان نديروا هذا القانون اللي قلتي. الاشكال حنا باغيين حنا يعني كمواطنين انت انا الناس كلشي متفقين على هذا الشيء معليناش ولكن قانون فين كتدرس القانون؟ كيتدرس في البرلمان. نعم. يعني لما كانتش واحد الاراده من عند المنتخبين في البرلمان ومن عند الحكومه تقول لك واخا مرحبا نكتب لك قانون من غدا داكور. اليوم ما عندناش قانون ديال البناء ريغلومون دو كونستركسيون يعني اللي كيدير الضوابط ديال البناء ما كاينش اليوم. كنطالبوا به اليوم حنايا وهذه سنوات باش حنا كنطالبوا يعني تقصد انتم كهيئه ديال المهندسين هيئه وطنيه ديال المهندسين. نعم. حتى المنعشين العقاريين كيطالبوا بهذا الشيء حتى يعني المهندسين الخواص ماشي غير في الهيئه الوطنيه كنطلبوا باش تكون المسائل تكون مصفيه نعرفوا ما لنا وما علينا لانه ملي كيطرى المشاكل ولا كترى كوارث ولا كيطرى هذا يعني حتى قدام العداله ما كنعرفوش نحددوا المسؤوليه ديال كل واحد. حنا كنطالبوا اليوم باش المسؤوليه ديال كل متدخل في الشان يعني لا العمراني لا ديال البناء لا ديال هذا تحدد بطريقه معقلنه فهمتيني باش نعرفوا شكون اللي مسؤول على اشنو هادشي وخاصنا نشوفوا نعيدوا النظر في هاد القوانين كما قلت لك ديال بزاف ديال 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 القوانين ديال الناس مثلا اليوم علاش ما عندهمش الحق يبيعوا مثلا البقع الارضيه حتى خصو ياخذ لا ريسبسيون بروفيزوار لانه خاص تكون واحد الضمانات خصنا نعيدوا النظر في هاد الضمانات هادو باش يكون المنعش العقاري لانه هو اللي كي يمول هاد المشروع هذا تكون عنده واحد السيوله ديال المال باش يقدر يمشي المشروع ديالو وداك السيد اللي غادي يقتني داك البقعه خاص يكون عنده واحد الكارونتي واحد الامانه بلي انه هذاك البقعه اللي شرا ما غاديش غدا غادي تسلم له ماشي غادي يصدق هذاك السيد داير الفلوس وغادي بحال. نعم. يعني خاصنا واحد الترسانه يعني قانونيه كتحمي. نعم. جميع المتدخلين من الناس اللي كيشريو يعني المواطنين حتى والمتدخلين حتى هما يعني من المنعش العقاري من المهندس المعماري من المهندس التقني هذه الترسانه القانونيه ملزومه علينا اليوم نديروها لانه ونعيدوا النظر في دوك القوانين القديمه لان فات عليها الفوت. يعني قانون ديال التعمير اليوم راه
كيضد من 1993. اليوم ملي كنجيو نبنيو دوك العمارات الشاهقه الكبيره لي تور سكون ابل لي دوك لي 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 زي جي اش لي زيموبل دو غراند هوتور، اليوم ما كاينش قانون ديال التعمير فيهم. يعني كاين قانون ديال الحمايه الوطن سميتو ديال المصلحه في تعطير، يعني تعطير اصدار هذا القانون ماشي ما كايناش ما نقدروش نقولوا مصلحه، ما كايناش حتى المبادره ما كايناش. نعم خاص مبادره، خاص اليوم الوزير ديال التعمير ولا الوزيره ديال التعمير اللي غادي يجي يكون من الميدان. هذه علينا 15 عام ما عمرنا شفنا شي وزير مهندس معماري جاء الوزاره الاسكان والتعمير. ولكن في الاوروب مثلا ما كنلقاوش بالضروره البروفيل ديال الوزير يتناسب مع الاختصاص ديالو، ولكن كتلقى الخدمه غدا مزيان والستاندر محترمين. علاش في المغرب عندنا حنا بالضروره نجيو فهاد الوزارات فهاد الوزارات التقنيه؟ نعم خاصك الناس عندهم درايه بالمجال، لانه واخا يكونوا سياسيين كاين مشكل. حيت يفترض في الحزب عنده خبراء، عنده لجان، هذوك الخبراء اللي عندهم درايه نعم بالواقع. نعم. الواقع المعماري، الواقع العمراني ديال البلاد، هما اللي خص الاحزاب يمشيو يجيبوا. لان اليوم كنجيبوا ناس يعني عندهم واحد المصداقيه، ماشي كنقولوا يعني الناس ماشي سميتو باغيين يديروا ولكن ما فاهمينش اش خاصهم يديروا. نعم. وكيبقاو تحت يعني تحت الانفلونس يعني التاثير ديال واحد لا تكنوكراسي مينيستيريال، يعني واحد النخبه أرثوذكسية يعني نخبه وزاريه اللي كتحكم فيهم، كتقول لا معالي الوزير لا راه خاصك دير هذه. لا يعني فهاد الشيء راه خاص الوزير يكون عنده درايه وعنده واحد. كان هاد الشيء هذه 20 عام 25 عام كان وزراء يعني اكفاء واخا ما كانوش من الميدان، ولكن كانت عندهم واحد الدرايه، كانوا بيان اونتوري وكانت عندهم رؤيه استراتيجيه على المدى الطويل. علاش هاد الشيء ديال يعني مدن بدون صفيح وهاد الشيء، علاش جا غير وليد هذه 10 سنين ولا هذه سميتو؟ راه المشروع تخدم هذه 25 عام. تيني وزراء اللي كانوا هذه 25 عام 20 عام. نعم. يعني ونجحنا في هاد الشيء. واخا هذيك المسألة ديال دور الصفيح هي مسألة أخرى فيها ارتباطات أخرى سياسية وداك الشيء، ولكن راه نجحنا في بزاف ديال المجالات في التعمير. اليوم الحمد لله عندنا في المغرب يعني ولاو عندنا بعدا غير ملي درنا قانون يعني 66 12 يعني المحاربة داك المشاكل اللي كيكونوا في البناء العشوائي وداك الشيء والجريمة يعني ملي كيكونوا الأغلاط كيترتكبوا وداك الشيء. ولكن من واحد الجهة أخرى خاصنا نحدوا المسؤوليات بطريقة معقلة. هذا الشيء اللي كنطالبوا فيه، وكنطالبوا ماشي غير تجريم هذا الفعل ديال هذا الشيء، لا خاص يكون واحد التشارك واحد الانسجام. نعم يعني المدينه ماشي كيديرها غير المهندس المعماري بوحدو، ولا كيبغيها يديرها المنتخب بوحدو، ولا كيبغي يديرها الوالي بوحدو. نعم. لا خاص جميع الاطراف نعم يجلسوا تاسيسا على هاد انا كنطالب واحد الحاجه. نعم. اليوم تصميم تهيئه اللي عنده 10 سنين باش يتداول ويتعاود داك الشيء، علاش ما نقدروش نعاودوه كل عامين ولا 3 سنين ونجلسوا نذكروا عندنا مشاكل في واحد المنطقه ما يكلف ذلك من مسطره ومن هدر زماني. شوف راه نقدروا في هذا المغرب هذا. نعم. راه نقدروا لا بغينا نديروا شي حاجه كنديروا بين سميتو ليله والضحى. نعم داكور. لا بغينا هنا سمحت لي يا سي رشيد. نعم. الا بغينا نحلموا في هذا الدومين. نعم. يعني لا ما كنحلموش راه الواقع هذا. لا انطلقنا من هذا المحج هذا. نعم. ياك منظمه الصحه العالميه. نعم. يعني توصي بوجوب توفير واحد 10 متر مربع ديال المساحه. انتم في الدار البيضاء. نعم. راك انتم اللي بديتوا بالمحج الاول. نعم. فين هو المحج الملكي؟ عقلت عليه؟ 83 لم ينجز بعد. لم ينجز. علاش؟ لانه تطرح واحد الاشكال كي غادي نحلوا ذاك المحج وهو دايس في واحد البلاصه في المدينه، ودوك الناس راه بدينا كنحولوهم ديناهم للنسيم عقلتي. نعم. وخلقنا شركه سميتها سوناداك. نعم. فين هذيك الشركه اليوم راه غاديه في الافلاس. نعم. علاش ما عطيناش لدوك الناس واحد لي زافونتاج، يعني باش نقول لهم الله يجازيكم بخير غادي نحولوكم، ولكن غادي نحولوكم في ظروف مزيانه،
علاش ما بنينا لهمش المرافق؟ علاش ما بنينا لهمش الناس ملي كيمشي كيرحل؟ السيد كان ساكن في وسط المدينه ديال الدار البيضاء وغادي تديه شي بلاصه اخرى، لا ما عطيتي ليهش افضل؟ نعم. علاش غادي يمشي؟ تماما. داكور، وهذا المحاج الملكي مهم في الدار البيضاء وخصو يخرج ولا بدا، لانه غادي يكون واحد المتنفس كبير داخل الوسط ديال الدار البيضاء. راه على هذا اللي بغيت نقول لك، يعني ان منظمه الصحه العالميه اللي توصي بوجوب توفير واحد 10 متر مربع ديال المساحات. نعم. الان يعني احنا امام هذا العجز الرهيب اللي تعاني المدينه المغربيه. نعم. الى استثنا الرباط وايفان وبعض المراكز الحضريه. نعم. كل المدن المغربيه تشكو هاد. اييه، عندنا اقل من 2% ديال المساحات الخضراء في المغرب. يعني غير بحكم وظيفتك وبحكم الاستاتيو ديالك. نعم. يعني اذا اردنا يعني في حدود واحد 10 سنوات نوصلوا لهذا الاستاد لهذه الرتبه ديال 10 متر مربع، يعني في تقديرك شنو هو اللي خصنا نديره كمغرب؟ اللي نقدر نقول لك هو انه ملي كتكون واحد الاراده سياسيه على اعلى مستوى باش تكون واحد المنطقه، يعني نقدروا نحترموها ونقدروا نخليو المواصفات ديالها هكاك، يعني كتبقى. يعني داك هو اللي كنهضروا عليه في افران. الرباط كان عندنا مشاكل قبل، يعني كانوا عندنا سميتو دابا ملي دار المشروع ديال الرباط مدينه الانوار ومشروع ديال التاهيل الحضاري ديال مدينه الرباط، كنهضروا على واحد يعني واحد 9 مليار ديال الدرهم اللي بنينا بها الانفاق، بنينا بها المدار ديال الطرقات، بنينا بها الشارع ديال لاكورنيش. يعني اهلات اليوم الرباط ملي كنصنفوها دابا عالميا، يعني ولات في ارث عالمي. نعم. يعني في اليونسكو ب 2010 يمكن. نعم. الناس ملي كيجيو كيقولوا عندنا مدينه مفكر فيها، كان عندنا الحق. نعم. نفكروا فيها. انا كنتمنى لانه هاد الامثله اللي عطيتي ديال افران وديال الرباط توليف على جميع المستوى الوطني، راه نقدروا نوصلوا ليها. نعم. خاصنا غير الاراده ديال جميع المتدخلين. نعم. اولهم المنتخبين، السلطات المحليه، ولكن المواطنين، لان المواطنين الارث ديالهم هو هذا. لا ما حافظوش عليه، ما حافظوش على هذه الجماليه، لا بقى بنادم غير كيرمي الزبل فين ما بغى لك، لا ما كيحتفظش على الـ على الـ على الاخر، على الجماليه ديال المدينه ديالو. راه واخا يديروا المنتخبين اللي بغاو يديروا، واخا يديروا المتدخلين اللي بغاو، راه ما كتكونش. دونك خاص واحد العقليه. نعم. تغير، وراها كتغير. نعم. وان شاء الله بهاد المشاريع اللي كيدار ديال التاهيل الحضاري، شوف طنجه دابا كي ولات كانت. نعم. يعني الناس اللي كانوا كيتساراو، تبارك الله طنجه اليوم معتبره، يعني عاصمه الشمال، معتبره اكادير. نعم. اليوم كي ولات مراكش. نعم. يعني ولا هادشي، حتى المغاربه كيفتخروا اليوم بالمدن ديالهم. كنشكرك السي رشيد، جزيل الشكر. الحديث معك ممتع وشيق، والمشاهدين ديال انفاس بريس يعني على ختم هاد الاضاءات ديال الاخ رشيد بوفوس المهندس المعماري. يعني كتجينا المناسبه شرط، اللي هي انتخابات على الابواب، وكما قال السي رشيد يعني ان البروفيل ديال السياسي الذي يسير المدينه ويسير يعني الشان العام في المغرب عنده دور ومسؤوليه كبرى في خلق الرفاهيه للمغاربه. فانتخابات على الابواب، على المغاربه ان يعرفوا ماذا يختارون وكيف يختارون، حتى نضمن لمدننا الحد الادنى من الرفاهيه ومن العيش الكريم لكل المغاربه.